بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقاء أعزائي على قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك، أهلا بكم. معكم أيمن إبراهيم في سلسلة دردشة في الأيزو، وهنتكلم النهاردة إن شاء الله عن المخاطر أو الريسك اللي مشروح في مواسطة الأيزو. هناخده مع بعض في كذا حلقة دردشة مع بعض. خلينا النهاردة نعرف إيه هو الريسك والفرق بينه وبين حالة عدم اليقين وفايدة الريسك بالنسبة لنا. طيب، ناخد التعريف. الريسك هو تأثير حالة عدم اليقين عن الهدف بتاع المؤسسة أو الشخص أو whatever كان الهدف يعني. طيب، هل الريسك ده أو المخاطر اللي أنا باخدها دي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ هو الاتنين ممكن يبقى كويس فبنسميه فرصة opportunity، او بيبقى حاجة مش كويسة او حاجة سلبية بنسميها تهديد او threat. طيب، ناخد كلمة كلمة كده نفصص معناها، وبعدين هناخد مثال توضيح عليها. تأثير اللي هو ايه؟ هو قالك هو الحيود عن المتوقع، خلاص، سواء الحيود ده بالايجاب لو هي فرصة، او حيود بالسلب لو هي تهديد. طيب، النقطة الثانية عدم اليقين. ايه عدم اليقين او الانسرتينتي؟ عدم اليقين هو نقص المعلومات سواء بشكل كامل او بشكل جزئي عن ما هو متوقع. خلاص، انت بتتوقع حاجة، بتطمح في حاجة، او تاخد قرار على حاجة، وعندك حالة من عدم اليقين، يعني ما عندكش معلومات كافية عن الخطوة اللي انت رايحها دي. طب، يبقى هنا اما بنتكلم على حالة عدم اليقين، هو بيعبر عن احداث او حدث محتمل وتبعات للحدث ده محتمل. خلاص، طيب، لما بنتكلم على المخاطر، هو حدوث هذا الحدث واحتماليات حدوثه. طيب، عشان نبسط الموضوع اكتر من كده، انا بيبقى عندي ريسك او مخاطرة هعملها. المخاطرة دي عشان تحصل في ايفنت او حدث هيحصل. خلاص، الحدث ده حدث محتمل، يا اما انا مبسوط منه فهي فرصة، يا اما انا قلقان منه فهو ثريتس تهديد. طب، الحدث ده عشان يحصل، خلاص، ليه اسباب محتملة. خلاص، وبعدين الحدث ده لو حصل هيبقى ليه تبعات محتملة. خلاص، فهي دي قصة الريسك. يبقى عندي الريسك هينتج لو في حدث محتمل حصل، الحدث ده عشان يحتمل يبقى ليه أسباب محتملة، لو حصلت هتؤدي إلى حدوثه، ولو حصل في تبعات محتملة، لو حصلت هيبقى ليها تبعات على الشركة. ندي مثال بقى نوضح القصة دي. ندي مثال، ناخد على المستوى الشخصي. أنت لو شغال في شركة وقاعد في منطقة الأمان أو الكومفورت زون زي ما بيقولوا، وجات لك فرصة في دولة خارجية بمرتب كبير، بمنصب جديد، بالكلام ده كله، وانت بتاع المكان ده بالنسبة لك جديد، أول مرة تسافر، أول مرة تعيش في الغربة، فانت عندك هنا مخاطرة ان انت هتسيب المنطقة المريحة أو الكومفورت زون والاستقرار اللي انت فيه. طب، عندك هنا اتجاهين، عندك حدث ايجابي، خلاص، ان انت تنجح وتتفوق وينبسطوا منك وتستقر معايا، ده تبعاته ايه؟ ان انت هتحوش فلوس وهتعيش حياة كريمة وهتتنقل نقلة نوعية على كل المستويات. طب، الحدث التاني المقلق اللي هو الثريتس بقى، اللي قدر الله تفشل، يجي بعد 3 شهور يقول لك لا انت ايه، انت مش فت في الوظيفه، لا مع السلامه، ارجع تاني. تبعاته ايه؟ تبعاته بقى بتخسر الوظيفه، وبتخسر الوظيفه القديمه، وخسرت الجديده، وتبعات ماليه واجتماعيه والكلام ده كله. طب، في اسباب ممكن تؤدي الى النجاح، دي بنشتغل عليها، دي هنتكلم عليها بعدين في حلقات دردشه تانيه. وفي اسباب ممكن تؤدي للفشل برضو بنشتغل عليها، الكلام ده هنتكلم عليه ازاي نتعامل مع الريسك، بس عشان اشرح لكم الفكره ايه. طب، على مستوى الشركه، انت فاتح شركه وشغال في البلد اللي انت فيها ومستقر،
وقررت ان انت تخش سوق جديده في بلد تانيه انت ما تعرفش فيها حاجه. فهي ممكن يحصل حدثين، تو ايفنت، خلاص حدثين، ان انت المنتج بتاعك والمشروع اللي انت داخل فيه ينجح ويسمع ومنتجك يغزو السوق، تبعاته ان انت هتكبر واستثماراتك هتجيب عائد على الاستثمار عالي والدنيا هتزهزه معاك. في حدث ثاني ثريتس، ان انت لا قدر الله تفشل والمشروع يفشل واستثماراتك كلها تروح عليك وتخسر فلوسك، وتبعاتها بقى ايه على البيزنس بقى حسب حجم الخسارة بتاعتك. خلاص كده، يبقى احنا كده فهمنا الريسك وعرفنا معنى كل حاجة، خلاص، واخدنا مثالين سواء على المستوى الشخصي او على مستوى البيزنس. طيب، هل الريسك هو حالة عدم اليقين؟ لا. ازاي؟ اقول لك انا، مش الدنيا محطوطة في التعريفات، لا، هي مش هو حالة عدم اليقين. كل ريسك هو حالة عدم يقين، كل مخاطرة هي حالة عدم يقين، وليست كل حاجة حالة عدم يقين مخاطرة. ازاي؟ الكتب الإدارة بتقول لك الريسك هو تأثير حالة عدم اليقين على شيء يهمني. يقول لك ايه؟ effect uncertainty effect of uncertainty on something matter to me. matter to me يعني هدفك، خلاص. يبقى تأثير حالة عدم اليقين على أهدافك، خلاص. ولكن لو الحدث ده، حالة عدم اليقين دي، ملهاش تأثير عليك، يبقى بالنسبة لك مش مخاطرة. ندي مثال، انت في بلد وانت فاتح البيزنس بتاعك في الفري زون، خلاص، بتستورد من بره بالعملة الصعبة وبتصدر بالعملة الصعبة وعايش في الفري زون بقانون الفري زون. ظهر في البلد اللي انت بتستثمر في زون في قلق ما اقتصادي جوه البلد دي، ليه علاقة بالعملة، ليه علاقة بأي حالة عدم يقين للرؤية الاقتصادية جوه البلد دي. هل اللي حصل جوه البلد دي هيؤثر عليك وعلى البيزنس بتاعك؟ لا، مش هيأثر. يبقى بالنسبة لك مش ريسك. يبقى الريسك اللي بالنسبة لك مختلف عن الريسك اللي بالنسبة لي. ليه؟ وضعي غير وضعك، شركتي غير شركتك. اللي شركته جوه البلد، لا، الاوضاع الاقتصاديه هتاثر عليه لان هو بيستورد بالعمله الصعبه وبيبيع بالعمله المحليه، فاي قلق في الاقتصاد هياثر عليه. خلاص، يبقى كل ريسك وحاله عدم يقين، وليس كل حاله عدم يقين ريسك. ليه؟ لان باختصار كده هو الريسك هو الايفكت اوف انسرتينتي على الاوبجكتيف، تاثير حاله عدم اليقين على الهدف بتاعي. يبقى كده احنا عرفنا الريسك وعرفنا معانيه والفرق بينه وبين حالة عدم اليقين، وادينا أمثلة عليه بسيطة. أهمية الريسك إيه في حياتنا؟ إن أنت بتقدر تتعامل مع مستقبلك لو بنتكلم على المستوى الشخصي، أو مستقبل شركتك لو أنت بتدير شركة، لأن أنت في الآخر أنت لازم تاخد قرارات في حياتك وقرارات في شركتك. بمعنى لو أنت قاعد في شركة واخدت قرار ان انت مش هتغير، جات لك كذا فرصه بره وانت قلت لا انا مش هسافر، خلاص، يبقى انت خدت ديسيجن، الديسيجن ده ليه ريسك. وعدك هنا ممكن الشركه بعد 10 سنين تقول لك خلاص انت كده كبرت وما ينفعش تكمل معانا. تندم بقى، تقول يا ريتني كنت سافرت، ويا ريتني كنت عملت، ويا ريتني كنت اخدت الاوبورتيونيتي دي. يبقى انت قرارك ان انت تقعد وتكمل ده في ريسك، خلاص. قرارك ان انت تسيبهم وتاخد الاوبورتيونيتي برضه في ريسك، في مخاطره. ونفس الكلام انت كراجل صاحب بيزنس قررت انت تستثمر، في ريسك، خلاص. قررت لا مش هتستثمر، طب ما غيرك عايز يستثمر، يبقى ممكن غيرك هياكل السوق منك بره، خلاص. يبقى اي قرار بتاخده في ريسك، خلاص. حياتنا كلها ريسك، خلاص. شطارتك ان انت تفهم الريسك وتفهم الجوانب بتاعته وتحط خطط ازاي تتعامل معاه، ودي اللي هنناقشها مع بعض في دردشات اخرى. ونشوفكم على خير ان شاء الله في دردشه جديده. واي حد ليه سؤال على معنى الريسك او اللي احنا شرحناه ده اكتبوه لي في التعليقات وارد له عليه. نشوفكم ان شاء الله في دردشه جديده هنستكمل مع بعض كلامنا عن المخاطر او الريسك. ونشوفكم على خير، معكم ايمن ابراهيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.